رسميا، لكنه بات قريبا من التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للسنة الثانية على التوالي، وده محور حديثنا. ما حدث في رادس 1-0، أداء مختلف، ذكاء شديد في التعامل مع المباراة، وما بتستقبلش وبتسجل. شفت إزاي تألق الأهلي وفوزه على الترجي؟ احنا دايما كنا بنقعد نقول ان موسيماني بيفكر كتير، بيدرس المنافس بتاعه كتير. المرة دي احنا كنا بنقول ايه دايما؟ ان احيانا ماتشات الدوري ما بتحتاجش الكم ده من المذاكرة، احيانا مباراة ضد سيمبا او المريخ السوداني في مجموعات دوري ابطال افريقيا ما تحتاجش الكم ده من المذاكرة، لان انت النادي الاهلي اللي بتنزل تفرض اسلوبك من بداية المباراة على اي منافس وباي طريقة لعب، وطريقة لعبك لازم تبقى ثابتة. لكن ضد الترجي في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا طبيعي ان انت تذاكره وانت بتلعب كمان بره ملعبك علشان تقدر تقدم الاداء ده وتحقق النتيجة دي. انا عندي شوية حاجات ممكن نعرضها واحنا نتكلم لحد ما تبقى جاهزة. الناس كلها خدت بالها ان الاهلي بسبب غياب قفشة ابتدأ بثلاثي في خط الوسط. لا، انا عايز لو امكن عايز نبتدي بثلاثي خط الوسط. تمام، يلا. تمام. الناس افتكرت ماتش سيمبا، ماتش سيمبا التنزاني، الاهلي وقتها ابتدى بثلاثي في خط الوسط. فالناس قالت لك طب يعني ما هو ممكن احنا ممكن نقابل المشكلة دي. تعال نبص على الثلاثي خط الوسط في مباراة سيمبا، كان خريطته الحرارية عاملة ازاي، لان دي مهمة جدا بالنسبة لي. هتبص هتلاقي ان الثلاثة تقريبا كانوا بيتحركوا في نفس المكان، في نفس الدايرة، وهو ده اللي كان مصعب طريقة اللعب للأهلي ضد سيمبا. ما كانش في واحد منهم قادر ان هو يخرج بالكورة، ما فيش حد فيهم قادر ان هو يقوم بأدوار السلية، ولا قفشة اللي وقتها كانوا موجودين. ماتش سيمبا للأهلي خسر 1-0 وقدم أسوأ مبارياته مع بيتسو موسيماني. ما كانش حد فيهم قادر يلعب الحتة بتاعت السلية وقفشة اللي بيقدمها، وكانوا وقتها الاثنين على دكة البدلاء. فكان في مشكلة، كان خط وسط الأهلي عاجز تماما على ان هو يخرج بالكرة من نص ملعبه، فقدر سيمبا ان هو يضغطه لحد ما سجل. طيب الأهلي ضد الترجي لعب بثلاثي في خط الوسط، ايه بقى اللي اختلف؟ تعالى كده نشوف الخريطة الحرارية بتاعت كل واحد فيهم اتحرك فين واتحرك ازاي. لا ده في مباراة الترجي، في مباراة نفس الثلاث لاعبين في المباراة التالية اللي هي اللي لعبناها بالأمس. هنلاقي ديانج، يعني يا ريتني لو نبتدي بديانج. يلا بينا هنروح لخط بالزبط. الوسط اللي بدا بموسيماني مباراه الاهلي والترجي بادوار بالزبط. مختلفه طبعا اعتقد بالزبط. ده اللي انت هتركز عليه تحديدا لحمدي فتحي في المباراه تحديدا لحمدي دلوقتي فتحي. بالظبط لارقام خط الوسط موسيماني عمل حاجه ذكيه جدا في وجود حمدي فتحي. الراجل ده عارف ان حمدي النجاز عامل جبهه قويه جدا للترجي ناحيه اليمين، ومع علي معلول اللي عايز يستفيد منه هجوميا ممكن تبقى مشكله بالنسبه له، وشاف ده ضد الزمالك في المباراه رادس اللي الزمالك خسرها 3-1. الراجل عمل ايه؟ هو اشرك حمدي فتحي في خط الوسط، لكن فعليا حمدي فتحي كان دايما موجود في منطقه جزاء الاهلي. مزبوط. ليه بقى؟ علشان ايمن اشرف يكون ورا علي معلول، فيقدر علي معلول ان هو يشارك هجوميا، في نفس الوقت الراجل يبقى ضامن ان في حد بيامن له الجبهه اليسرى، وحمدي فتحي هو موجود مكان ايمن اشرف. الهجمه دي اكبر دليل على كده. هنا علي معلول وايمن اشرف موجودين ناحيه الشمال، حمدي فتحي هو اللي بيلعب دور ايمن اشرف. الصوره اللي بعدها هتاكد برضو على نفس الحته اللي بنتكلم فيها، حمدي فتحي هو اللي موجود جوه منطقه جزاء الاهلي علشان يلعب دور ايمن اشرف. بقت الطريقه اشبه بطريقه انه بيلعب بخمسه بالظبط. ففعليا حمدي فتحي ما نقدرش نقول ان هو كان تالت في خط الوسط، لا هو كان تالت في خط الدفاع، وده اللي هتقوله الخرائط الحراريه بقى للتلاته بتوع خط الوسط اللي ممكن نعرضها. ممكن نعرض بقى الخريطه الحراريه بتاعت ايمن اشرف. لا دي مباراه سيمبا، دي مباراه سيمبا، احنا عايزين الترجي يا جماعه. شوف ايمن اشرف يا هاني، هو مفترض ان هو قلب دفاع، بس فين قلب الدفاع؟ لا الراجل لعب الماتش كله على الجنب الشمال بالظبط. نكمل الخريطه الحراريه بقى بتاعت ديانج. ان شاء الله ان شاء الله هتكون موجود. ايا كان المهم، يعني ديانج كان دايما موجود في نص الملعب، السوليه بيقوم بدوره العادي رقم 8 علشان ينقل اللعب لقدام، وده اللي ساعد ديانج ان هو يكون قادر ان هو يعمل اسيست الجول. هنا بقى عايز اتكلم سريعا جدا على ديانج اللي انا بشوفه من اهم صفقات الاهلي في خلال السنوات الماضيه. صفقه جت بسبب سكاوتنج رائع، لاعب مالي محترف في الجزائر، بكل هدوء الاهلي جات له توصيه ان هو يروح يبص عليه،
ادي الخريطه الحراريه لديانج، الراجل عارف هو بيتحرك فين، مختلفه تماما خالص عن الخريطه الحراريه ضد سيمبا. مظبوط. فديانج صفقه عظيمه بدايه من العين اللي شافته ورشحته وانضمامه للفريق من غير ضجه ولا دوشه لحد دخوله في التشكيل الاساسي وتقديم اداء ممتاز في اغلب الماتشات واستمراريته على تقديم الاداء ده. يعني انت ابرز دليل على اللي بيلخص كل اللي انت قلته ده ان اللاعب جايب بقيمه معينه تتخطى المليون دولار برقم بسيط. مظبوط. ودلوقتي ما يطلبه الاهلي للتفريط فيه هو بيصل لعشرة اضعاف الرقم اللي جاي، لان امتلاك لاعب زي ده بيركبك الماتش بكل تفاصيله. انت عندك لاعب عنده قدره بدنيه هائله في نص الملعب، قادر ان هو يستعيد الكرات، والميزه اللي طورها ديانج مؤخرا واللي لازم يستحق التحيه عليها هي فكره تمريراته اللي دايما لقدام. الفتره اللي كان بيلعب فيها ربيعه في دفاع الاهلي الناس كلها خدت بالها ان ديانج كان هو اللي بينزل يستلم الكرة، لان خلاص الناس كلها او الفرق كلها بقت بتضغط على بدري بانون علشان عارفين ان هو ده اللي بيلعب برجله كويس في دفاع الاهلي وبيخرج بالكرة. لما ايمن اشرف بيلعب بيسهل الدنيا على بانون، لان ايمن اشرف مميز جدا برضه في ان هو يلعب كرات طوليه. لكن رامي ربيعه ما عندوش الميزه دي. كان ايه اللي بيحصل؟ ديانج هو اللي بينزل مكان ربيعه يستلم الكرة من الشناوي ويبتدي يبني اللعب. الناس كلها خدت بالها من الموضوع ده وفهمت قد ايه ديانج اتطور في الحتة اللي كان جاي الأهلي ناقص بيها.